السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هند دائما في مائدة رمضان. الكيك ديال اليوم هو كيك صحي بالخرطال والموز، مغذي كذلك على مائدة رمضان بما ان الواحد سيكون صايم نهار كامل. قبل ما نبدا في تحضير الوصفه بغيت نطلب منكم واحد الطلب، ان تمشيو تشوفوا القناه الاولى اليوتيوبر امل كيتشن اللي عندها القناه ديالها تدير فيها الوصفات ووصفات متنوعه. هي كان عندها القناه ديجا من قبل، وقع لها مشكل انها تمسحات لها القناه بالغلط، كانت وصلت لعدد 10,000 مشترك في القناه ولكن ضاعت لها الفيديوهات ديالها. فكنطلب منكم تمشيو تشوفوا القناه ديالها وديروا لها سبسكرايب وتشوفوا الفيديوهات ديالها لانها مهمه. نرجعوا للوصفه ديالنا، دونك الكيك بالخرطال والموز. كيك قليل الدسم. نبداو على بركه الله في تحضيره. غادي ناخذوا الطراب وغادي نضربوا فيه البيض وكذلك السكر الصحي ناتفيا اللي كنت وريت لكم من قبل، نصف معلقه صغيره من الفانيلا. وغادي نطربوا هذا البيض مع السكر حتى يضعف الحجم ديالها ويولي اللون ديالها ابيض. من بعد غادي نضيفوا بقيه المقادير، دونك غنضيفوا هذيك الزبده 80 غرام من الزبده. كما قلت لكم هو هذيك قليل الدسم، استعملنا 80 غرام من الزبده ذوبناها، نصف كاس عصير ليمون، كاس ياغورت طبيعي، وكذلك الموز، حبه من الموز اللي معكناها ووضعناها على الخليط. غادي يبقى لينا الخرطال والدقيق، وكذلك استعملت سميده رقيقه باش نقص من الكميه ديال الدقيق الابيض. فخديت 100 غرام من السميده الرقيقه، معها 125 غرام ديال الخرطال، معها 125 غرام ديال الدقيق الابيض. دونك تنضيفوا الدقيق وهاد المواد الجافه اولا المقادير الجافه، وكيبقى لينا الخميره هي الاخير تنضيفوها مع البيكربونات الصودا. دونك خدينا الخميره ديال الحلوى، خدينا منها معلقه كبيره وكذلك نصف معلقه صغيره من البيكربونات الصودا، وتنخلطوا الخليط ديال الكيك بالخرطال والموز. دونك هذه هي الوصفه. من بعد ملي تنخلطوا كل شيء كيجيكم الخليط هكا فيه حبيبات لان مستعملين فيه الخرطال، ما غيجيكمش خليط وهو ناعم، وكذلك مستعملين حتى الموز اللي معكناه. فكنحطوا الخليط ديال الكيك في القالب ديالو، من بعد ما دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق غادي ندخلوها الفران مسخن على درجه حراره 180. غادي نطيبوها لمده 45 حتى 50 دقيقه تنخرجوها. دهناها بالسيغو ديغابل، الا ما عندكمش ممكن تستعملوا فقط المربى، وكذلك زينتها باللوز الا ما عندكمش ممكن تستعملوا الكوك او اي حاجه بغيتوا، او الشوكولا من الفوق محكوك. هذه الوصفه كتجي لذيذه وكما قلت لكم صحيه ومغذيه قليله الدسم، فيها كاع المقادير المغذيه من الخرطال من موز من دونك، فيها كل شيء صحي ومغذي. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها على مائده رمضان الكريم ان شاء الله. ما تنساوش تمشيو تشوفوا القناه ديال امل كيتشن وديروا لها سبسكرايب، وكذلك ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجي لا فيديو، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم الجميله واللي كتشجعني باش نعطي لكم وصفات اخرى واكثر. شكرا لكم والسلام عليكم.